نسمع كثيرا عن التهاب الرئوي. التهاب الرئوي له مسببات، أهمها التهاب رئوي بكتيري أو فيروسي. أكيد سمعتوا كلكم عن التهاب الفيروسي من الكورونا أو الإنفلونزا، لكن الأعم والأشمل كان التهاب البكتيري. علاج التهاب الرئوي هو عن طريق مضادات الحيوية أو مضادات الفيروسية. تشخيص الحالات الالتهابات الرئوية في العادة تتم عن طريق أخذ أشعة سينية للصدر. في الأونة الأخيرة تنامى دور سونار الصدر في تشخيص الحالات الالتهابات الرئوية. التشخيص يكون سريعاً، وهذا يأتي بدور العلاج الفعال السريع للمرض.